وعود إلى الأستاذ حسان القطب. أستاذ حسان، مرحبا بكم من جديد. مرحبا بكم. نعم، الصوت واضح. أستاذ حسان، سألتكم، يعني مطالباتي ليست جديدة ولكنها تتجدد بشأن طالبة هذه الأمم المتحدة، طالبت الحكومة في لبنان بنزع ميليشيا حزب الله. إذا كانت هذه المطالبات يعني قديمة ومستمرة، ما الذي يمنع الحكومة اللبنانية من نزع سلاح ميليشيا حزب الله؟ إن هذه الحكومة الآن هي خاضعة بالكامل لحزب الله. طيب. وهي لا تستطيع أن تخرج على أوامر حزب الله وعلى إرشاداته. وخطابات حسب نصر الله المتكررة إنما ترسم مسار السياسة اللبنانية الداخلية كما الخارجية. وكمثال على ذلك، عندما رفضت الحكومة اللبنانية إعادة المغتربين اللبنانيين مع بداية انتشار وباء الكورونا، طلب حسب نصر الله من الحكومة إعادتهم فورا، وفعلا هذا ما جرى. والآن يعاني لبنان من عودة المغتربين المصابين مما أدى إلى انتشار الوباء في لبنان. إذن هذه الحكومة لا تستطيع أن تتخذ قرارات بمعزل عن توجيهات حزب الله وبما يخدم سياسات حزب الله في الداخل كما في الخارج. طيب. الضغوطات الدولية على الحكومة اللبنانية من أجل نزع سلاح حزب الله تتزامن مع هذا الحصار الاقتصادي والسياسي الذي يعيشه لبنان، والذي يؤدي إلى الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي سبقت انتشار الوباء وتداعياته على لبنان وكما على مختلف دول العالم. أستاذ حسان، يعني حزب الله أصبح منظمة إرهابية بتصنيف الدول الكبرى والإقليمية طبعا باستثناء إيران، ألا يعد وجود الحزب بتمثيله السياسي والعسكري في الحياة السياسية والأمنية في لبنان خطرا ربما يهدد أمن وسلامة لبنان نفسه؟ حزب الله هو مخلب إيران في المنطقة العربية والعالم الإسلامي، هو ينفذ سياسات إيران ويخدم السياسات والتوجهات الإيرانية. الآن بدأ يطفو على سطح المعلومات الإعلامية كما أمام جميع المواطنين اللبنانيين. أما المشكلة العملة الصعبة أو الدولار في لبنان هي أن حزب الله يقوم بتصدير جزء من هذه العملة إلى سوريا كما إلى إيران، مما يعني أن المصلحة الإيرانية هي أولوية عند حزب الله، وهذا فعلا يشكل خطرا وجوديا على استقرار لبنان وعلى بقاء لبنان دولة ذات استقلال وسيادة وسياسات خاصة بها. كما أن حزب الله دائما ما يهدد بأن أي خطر يتهدد استقرار إيران أو دور إيران في المنطقة سينعكس سلبا على الساحة اللبنانية، وبالتالي سيكون لبنان ساحة الصراع مع إسرائيل تحديدا ومع أي دولة أخرى في العالم تشن حربا على إيران. إذن فعلا هو خطر وجودي على استقرار لبنان كما على العالم بأسره، هنا ورأينا ما جرى في ألمانيا مؤخرا من مداهمات واعتقالات ومصادرة معدات بعضها يستخدم التفجير وبعضها لتحويل أموال إلى حزب الله في لبنان. لكن أستاذ حسان، هناك من يختلف مع طرحكم ويردد فكرة أن سلاح ميليشيا حزب الله اللبناني هو من أجل مواجهة الكيان الصهيوني، بحجة أيضا أن مزارع شبعة ما زالت تحت الاحتلال الصهيوني، ومن ثم فإن وجود الحزب وأيضا السلاح هو الذي يردع الاحتلال الصهيوني، كيف ترد على ذلك؟ بداية لابد من الإشارة إلى أن ترسيم الحدود ما بين لبنان وسوريا لم يتم في تلك المنطقة، وقد طالب لبنان مرارا النظام السوري برسم هذه الحدود، لكن حزب الله كما النظام السوري كان يرفض ذلك. المزارع شبعة هي فعلا ذات ملكية لبنانية، ولكن موضوع السيادة هو موضوع آخر، لأن الأراضي في مزارع شبعة هي خاضعة لدائرة الأوقاف اللبنانية وخاصة في منطقة صيدا، هي خاضعة لهذه الدائرة، ولكن موضوع السيادة هو موضوع مختلف تماما. لابد من ترسيم الحدود وإبلاغ الأمم المتحدة بالحدود الفعلية التي تفصل ما بين لبنان وسوريا. لذلك سوريا ترفض رسم الحدود، وكذلك حزب الله لإبقاء ذريعة حمل السلاح موجودة. ثانيا، موضوع المقاومة ومواجهة أي عدوان إسرائيلي أو اعتداء إسرائيلي على لبنان هو مسؤولية الشعب اللبناني برمته وبأسره، ليس مسؤولية أتباع مذهب أو طائفة أو مجموعة محددة بعينها. حزب الله يستخدم الشعار الفلسطيني ومشكلة مزارع الشبعة كذريعة لإبقاء سلاحه، وإنما ليخدم إيران في اليمن وليخدمها في العراق وليخدمها في حمص وفي حلب وفي الأراضي السورية، بينما هي المنطقة هادئة، لا يوجد أي صراع مع الكيان الإسرائيلي ولا يوجد أي عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعة في حال كان هذا الصراع هو لتحرير مزارع شبعة. أستاذ حسان، إذا ما تحدثنا عن مستقبل سلاح ميليشيا حزب الله، هل نتوقع أن يندمج الحزب في الدولة كمناورة للإبقاء على نفوذه في المنطقة وفي لبنان تحديدا كما فعلت الميليشيات في العراق، حيث جرى في العراق ما يعرف بقوات الدمج
تحت مظلة الدولة، هل تعتقد أن حزب الله سوف يخطو هذه الخطوة مستقبلا؟ لا يستطيع حزب الله أن يندمج ضمن أجهزة الدولة، هو الآن ممسك بأجهزة الدولة، ممسك بها من خلال بعض العناصر وبعض القيادات. طيب. نموذج حزب الله هو نفسه الموجود في إيران، الحرس الثوري والجيش الإيراني. الآن في لبنان هناك حزب الله، ميليشيا حزب الله المسلحة، إلى جانب الجيش اللبناني الذي يهيمن على بعض من دوره هو حزب الله، وبعض الأجهزة الأمنية أصبحت خاضعة لحزب الله وتنفذ أوامره. إذن حزب الله ليس بحاجة لأن ينخرط في الدولة لأنها أصبحت تحت هيمنته وإشرافه سياسيا وأمنيا، ووجود ميليشياته هي لضمان أن تبقى السلطة السياسية خاضعة لتوجيهاته وإرشاداته ولا تقوم بمنافسته أو بمانعه من استخدام السلاح إلى لبنان واعتبار لبنان ساحة الصراع خاصة بحزب الله وإيران. من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب، شكرا جزيلا لكم.